هذا العرض عن نموذج قياس الزوايا، لأنه بكل وضوح حتى هذه اللحظة لا يوجد فيديو حول نموذج قياس الزوايا، إنه نموذج جيد صممه أحد المهتمين في علم الرياضيات، وهو متطوع خلال فترة الصيف التدريبية. ما هو في الحقيقة؟ هل يمكنك من قياس الزوايا؟ لقد صمم أداة المنقلة هذه، بالتالي يمكنك استخدام المنقلة لقياس الزوايا. والخدعة هنا هو أنك في الحقيقة تقوم بقياس الزوايا بالطريقة الاعتيادية المستخدمة في المنقلة الحقيقية. ستضع مركز المنقلة على الرأس في مكان تقاطع الخطوط، أي عند رأس الزاوية، ثم تعمل على تدويرها إلى 0 درجة على 1 من هذه الأضلاع. إذن فلنقم بذلك. هذه الزاوية تقع على طول هذا الخط. إذن دعوني أديره ثم سأقوم بتدويره أكثر، فيبدو مرة أخرى هذا يبدو صحيح تقريبا. ثم إذا نظرت إليه بهذه الطريقة فيمكنك أن ترى أن الزاوية، ولا يوجد لدي أداة القلم هنا، فأنا أستخدم متصفح الإنترنت الاعتيادي. فإذا نظرتم إلى الزاوية هنا سترون أن الخط الآخر يذهب إلى 130 درجة. إذا هذه الزاوية التي نريد قياسها تساوي 130 درجة. دعوني أتأكد من إجابتي. جيد جدا، حصلت على الناتج صحيح. إنه لمن المحرج إذا لم أقم بحل السؤال. سأقوم بحل عدة أمثلة كهذا مرة أخرى. دعونا نضع مركز المنقلة على الرأس هنا، ودعونا نجعل 0 درجة تصبح على 1 من أضلاع هذه الزاوية نوعا ما ضمن المنقلة. دعوني أديرها بهذه الطريقة. هذا جيد. إذا دعونا نرى، دعونا نكرر ذلك مرة أخرى لأنه بعيد جدا. إنها تبدو صحيحة. دع مكان الزاوية يكون هنا. إذا نظرتم إلى نقاط الخط الآخر إنها 40 درجة. لنفحص الإجابة. ممتاز، ودعونا نقوم بحل واحدة أخرى. هذا ممتع، وسأخرج المنقلة. نحن بالطبع نعرف كيفية عمل ذلك بطريقة ما. يمكنك أن تديره أولا، بالتالي هذا 0 درجة. ما عليك فعله هو إدارة 0 درجة. إذا تبقي الزاوية ضمن المنقلة. دعونا إذا نديرها. إذا فعلنا هذا، أنتم تعلمون كيفية فعل هذا بنفس الطريقة. علينا إدارته عندما يكون لديك مركز المنقلة على رأس الزاوية. إذن يتم إدارتها أكثر. هذه 0 درجة. هذا الخط كما انتقلنا إلى الضلع المقابل تماما على ما أعتقد. إنها على الضلع، والخط الآخر يوجهنا إلى 150 درجة. وأتمنى أنكم لاحظتم أنه كلما كان قياس الزاوية أكبر كلما اتسعت الزاوية. إذن هذه الزاوية 150 درجة. لنتأكد. 150، نعم صحيح. دعونا نحل مسألة أخرى. الآن دعوني أريكم ما لا يجب أن تفعلوه. ما لا يجب أن تفعلوه هو أنه يمكننا أن نضع المركز هناك، وربما تقول حسنا دعوني أضع الصفر على هذا الضلع هنا، ولكن إذا قمت بفعل ذلك، لن تكون الزاوية ضمن المنقلة. إذن يجب أن يكون مقياسا محاولتك لإجراء هذا القياس هذه الزوايا الخارجية اللي نعتبرها زاوية، لكن ليست الزاوية التي يطلب منا قياسها. هذا القوس يخبرنا ما هي الزاوية التي نقيسها. إذن هذا القوس يجب أن يكون ضمن المنقلة. إذن دعونا ندير هذه المنقلة أكثر بقليل. لقد قمت بذلك بالفعل، وبذلك هنا يبدو على 0 درجة، وهذه تساوي 60 درجة. لقد حصلنا على إجابة صحيحة هنا أيضا. أتمنى أن هذا ساعدكم. استمتعوا.